السلام عليكم، انا ايمن عالم، سن 18 سنه، كنقرا في البكالوريا فاعله جمعويه. اللقب اللي حصلت عليه هو لقب ملكه المحجبات المغربيه العربيه 2019. شفت الإشارة على حسابي الخاص وانتهزت الفرصة، لطالما كنت كنحلم اني نشارك انا في مسابقة بحال هكا ونوصل للمبتغى ديالي. الاختيار الفائزة بدعو بزاف المعايير، منهم تباتيه الانفعال واللباقة والاحتشام والثقافة. أنا دخلت المسابقة بعزيمة وقوة وكنت كنتمنى نكون من المحظوظات، والحمد لله ديت اللقب ما بين 40 مشاركة وكنت أنا هي الأصغر. الهدف ديالي هو سامي، هو تحقيق حلم الطفولة، إنشاء مركز الأطفال المتخلى عنهم الأطفال والرضع، لأن الأطفال هم شريحة جد أساسية في المجتمع وهم رجال ونساء الغد. بعد حصولي على اللقب وليت طموحة أكثر للحصول على ألقاب أخرى لا تقتصر فقط على العربية بل العالمية إن شاء الله، وتحقيق الحلم ديالي. انتقادات اللي واجهتها بعد المشاركة ديالي في المسابقة هي كيف نفست محجبة أنها تشارك في الموضة والجمال، وكذلك يقول أن الحجاب لا يتناسب مع الموضة، لكن هذا خطأ لأن الحجاب يواكب الموضة وكاينين دي ستايل في نفس الألوان اللي كاينين في الموضة، لكن الحجاب كيبقى لباس محتشم ولباس طويل. القصة ديالي من الحجاب، مني كنت صغيرة كنت معجبة بالحجاب ولكن كنت كنديرو وكنحيدو عقل صغر، لكن الحمد لله مني كبرت كنت ديك الساعة في القسم الخامس، لكن الحمد لله مني درتو تشبت بيه والحجاب لله عز وجل وهو احتشام. الحجاب كيخلق عوائق، ملي ديت اللقب تلقيت بزاف د العروض، لكن كان يجب عليا نزع الحجاب ديالي وانا مثبته بالحجاب ديالي ورفضت. ملكة الجمال اللي كانت تاخذها قدوه ليا هي نسرين الكتاني، لان مثبته بالحلم ديالها وكتحقو رغم تاخر تاسس المنظمه ديالها، الا انها تعمل مع فريق الاطباء النفسيين ومحاميين وفاعلين جمعويين، وكتستقبل النساء تعرضوا للعنف والتحرش في مواقع التواصل. انا كنشوف ان مجال الموضه والجمال هو هوايه، لاني كنحب الازياء بزاف والملابس التقليديه، لكن المهنه ديالي اني نكمل الدراسه ديالي. الشخصية اللي كنشوف انها تستحق اللقب هي زينة طموح، لانها انسانة قوية وتقبلت الانتقادات والصعوبات اللي واجهتها. شكرا لتتبعكم للروبورتاج ديالي، وشكرا بالبريس على حضورها في البيت ديالي، وشكرا خاص لوالديا اللي ساندوني والاستاذ ديالي ادريس بوراس على المساعدة ديالو. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.